السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البحث العلمي. معانا بكالوريوس هندسه المنيا، ماجستير في الطاقه الجديده والمتجدده في موضوع خلايا الوقود من الجامعه الفدراليه بالبرازيل، والحاصل على منحه برنامج نيوتن المشرفه للحصول على درجه الدكتوراه من جامعه سيري في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. دكتور احمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور، شرفتنا في برنامج البحث العلمي. ان شاء الله كده تكون حلقه جميله مع حضرتك في مجال جديد ومتميز وهو الطاقه الجديده والمتجدده. حضرتك من الناس القلائل اللي حصل على ماجستير من خارج مصر، دي تجربه فريده انا بعتبرها بعد التخرج تبقى احتكاك مباشر بالمدارس العلميه مباشره بنوع جديد من الدراسه، احتكاك جديد بلغه مختلفه عن اللي حضرتك مارسته هنا في كليه الهندسه في جامعه المنيا. عايزين نخوض اكتر في التجربه دي كده ونبدا من بدايات التخصص او من بدايات حضرتك من ساعه ما لمست البحث العلمي، واعتقد هو مشروع التخرج. انا بحب كليه الهندسه جدا لانه عندهم حته متميزه وهي بحث التخرج في الفرقه النهائيه، وده بيلمس يعني درجات السلم الاولى للبحث العلمي. شكرا جدا دكتور محمود، فرصه سعيده وانا بشكرك جدا على اتاحه الفرصه دي. ودايما يعني ان يحصل نقاش حوالين الموضوع ده والناس تسمع وتناقش وتحلل، يعني هو ده الطريق الامثل للنجاح، يعني هو ده الطريق الامثل عشان بلدنا تتطور ان شاء الله باذن الله. واشكرك وبشكر القناه على الفرصه. الحمد لله في سنه 2008 انا كنت في سنه بكالوريوس في كليه الهندسه جامعه المنيا، وكان مشروع التخرج بتاعي عن حضرتك في مصانع الاسمنت. طبعا الانفايرمنت نفسه الهواء فيه بارتكلز معلقه، فاين بارتكلز معلقه كتير. الباي باس. الباي باس بالظبط. فدي بحكم ان هي تايني يعني جزيئات صغيره جدا، فدي ممكن بسهوله تخش في انظمه التزييت في المعدات والماكينات في مصنع الاسمنت. وبالتالي بتلوث اللوبريكانت اللي هو الزيت او الشحم ايا كان يعني. وجود الجزيئات الصغيره جدا دي بيسرع معدلات التآكل الميكانيكي للاجزاء الميكانيكيه، وبالتالي ده بيخلي معدلات الاعطال للمعدات بصفه عامه في مصانع الاسمنت اكبر من معدلات الاعطال في اي مصنع ثاني ما فيهوش فيه البيئه المتربه دي. يعني تراكمها على فتره زمنيه كبيره بالظبط، لان هي بتسبب ان بدل هو الاساس ان في جزء سطح معدني اهو وسطح معدني اهو، في بينهم لوبريكانت، في زيت. الزيت ده وظيفته يسهل حركه الجزئين مع بعض. الاحتكاك. بالظبط، يمنع الاحتكاك. احنا عايزين يمنع الاحتكاك. فوجود الجزيئات دي هو اللي بيخلي احتماليه حدوث الاحتكاك والتلامس اللي هو الميتر تو ميتر كونتاكت عاليه. بيأثر على كفاءه الزيت ده. طبعا. بيسخن الزيت، والزيت وظيفته الاساسيه ان هو مجرد. هو بيسخن الزيت بيخلي احتماليه الكونتاكت ما بين الاثنين سيرفيس السطحيه الكبيره، وبالتالي بيحصل ان درجه حراره اعلى، الزيت بيفقد اللزوجه بتاعته وبيفقد خواصه. ولما بيحصل ان جزيئين المعدن بيحتكوا مع بعض بياكلوا في بعض، بياكلوا في بعض، فالشكل الخارجي بتاعهم بيتشوه، ولما يتشوه ما يبقاش في حركه نسبيه سموث بيعمل، فتعطل الاحتمال. فكان مهم ان احنا نحاول نجنب من امكانيه دخول الجزيئات دي في الزيت، وحتى لو دخلت ازاي نعمل لها ديستربنس بحيث ان هي ايه ما تاثرش على خصائص الزيت يعني. فاستاذ المشرف الدكتور وحيد يوسف في المنيا، هو الراجل مشكورا وفضله عليا يعني لن انساه، جاب الاتربه والحاجات دي من مصنع الاسمنت، مش عارف اكسيد الرابع اكسيد الحديد وثالث اكسيد الحديد والاس اي او 2 ومختلف الحاجات اللي ممكن نلاقيها في مصنع الاسمنت. وانا اشتغلت بحيث ان هي هستخدم الزيت اللي هو البرافين تمام، وهضيف نسب معينه من الشوائب دي بحيث ان اول اشوف ايه نوع الشائبه الاخطر، ايه اللي بيسبب معدل تاكل اعلى، لان انا هقيس بعد كده حاجه اسمها الويل سكار، اثر التاكل في الجزء تمام. الويل سكار ده لكل بقيس الويل سكار لكل شائبه، فالويل سكار الاكبر ما
بتاع الشائبه الاخضر. تمام. والنسبه برضه كمان والنسبه طبعا هنجيب والعمق بتاع الاسكار نفسه. تمام. وبعد كده كان لازم عشان نلاش التاثير بتاعها نضيف بعض الاضافات. فضفنا اللي هو البولي ميسايل سيكليت البي ام ان اي، وضفنا الهاي دينستي بولي اسينين واللو دينستي بولي اسينين. كلها بوليمرز. كلها مواد بوليمرز بحيث ان هي تعمل تشدد ديسبرشن لمين؟ للجزيئات دي او للبارتكلز دي عشان ما تعملش ان هي تبوظ خصائص اللوبيا. الحمد لله كان البي ام ام اي هو افضل من يعني. تمام؟ ومعاه الهاي دينستي بولي اسينين. والحمد لله ان مشروع التخرج ده يعني انا بعد ما اتخرجت نشرت منه بحث، وهو اتنشر على شكل كتاب في دار نشر المانيه في اسمها لاب لامبرت، اتنشر في 2012 ككتاب. الحمد لله دي كانت بدايه متميزه في البحث العلمي، وانت تعرف ايه بحث علمي وايه مشكله وايه طرق الحل ليها، يبقى عندي خطوات الحل، فده في حد ذاته شيء متميز جدا. الفضل لاساتذتنا ربنا يجزيهم خير ويعينهم ويساعدهم ويوفقهم اكثر واكثر باذن الله. دي كانت تجربه البكالوريوس. بالظبط. بعد البكالوريوس بقى ازاي حصلت على حضرتك على المنحه للبرازيل؟ واحكي لنا بقى الفتره بتاعت البرازيل، يعني البدايه الاول كانت الفتره هنا ازاي حصلت على المنحه؟ ازاي تم التقديم ليها؟ فرص المنح؟ لان برضه الشباب الباحثين عندنا دايما يقول لك ما فيش فرص، يعني يتعب ازاي شويه في الاول ويلاقي فرصه، او فين المكان اللي بتوفر فيه الفرصه وان شاء الله بعد كده يخوض فيها. والله هو حضرتك اهم حاجه الاراده الاول. بالظبط. تمام. حلم السفر ما ابتداش معايا بعد التخرج، لا ده ابتدى من سنه ثالثه. ما شاء الله. من سنه ثالثه وانا بحاول ادور واشوف المنح وازاي اقدم على المنحه وايه المطلوب. تمام. طبعا كان الموضوع صعب يعني، خصوصا انا لسه ما اتخرجتش. لكن اذكر ان انا بالفعل في سنه رابعه قدمت على منحه في جامعه الملك عبد الله اللي في السعوديه دي. ما شاء الله. تمام. و بس كان منطقي ان انا اترفض، يعني ان هم عندهم ستاندرد حاجات كده معينه لازم تبقى متوفره في الباحث اللي هياخدوه يعني. لكن حتى ولو ما اتقبلتش الا ان هي زودت الاصرار عندي. بالظبط. يعني خلتني اعالج اكتر يعني. وعلمتك خطوات التقديم نفسه وخدت خبره. وايه المطلوب؟ يعني لا بقيت حافظ مطلوب مثلا في اللغه الانجليزيه امتحان توفي او امتحان ايلتس مطلوب كذا، طب الحاجات دي صعبه بس انا خلاص هكمل ان شاء الله باذن الله. تمام؟ واستمريت بعدها يعني من ثالثه لحد بعد كده سبع سنين وانا دايما حلم السفر قدامي. تمام؟ وما كانش سهل يعني، لان الاساتذه بره مش فاضيين. يعني هو يقول لك اقصر طريق راس الاستاذ. تمام. وهو يشوف لك لو في عنده فند يروح يبعت لك فانت تروح. المشكله ان الاساتذه ما بيردوش، مش فاضيين، ف ولو ردوا بيقول لي انا اسف. ما عندوش تمويل. ما عندوش تمويل، او انا اسف المعمل عندي مليان. بالظبط. مش محتاج طلبه ثاني. ده بالاضافه لان انا كنت مركز، انا بحلم اروح امريكا. تمام. فكنت دايما حتى خدت من الاميليست، رحت الاميليست بعد ما اتخرجت مباشره، وهناك عملوا لي اورينتيشن كده وقالوا لي في منحه بنعملها بيقدم عندنا الطلبه، واللي بنشوف ان هو متميز بنصرف عليه، بنعمل له كورسات تويفل وجي ار اي، وبنحجز له الامتحانات دي وندفع له التكلفه بتاعتها، واذا جاب درجات كويسه بنقدم له بقى ايه في خمس جامعات في امريكا. تمام. وبالفعل قدمت، وبعد شهر اتقبلت، كنت ضمن 16 واحد مقبولين، وابتدوا معانا ايه كل اسبوعين مثلا انزل اروح لهم نقعد نتكلم، طب هتعمل ايه في التويفل؟ طب هتعمل ايه في الجي ار اي؟ طب عايز كورس؟ طب انا دلوقتي بدي سكاشن ما ينفعش. ف يعني كله نصيب الحمد لله، ما وفرتش في المنحه دي بالرغم ان هي كانت منحه ممتازه يعني، بس الحمد لله ان انا فيها امتحنت التويفل مرتين، خدت خبره بقى الانترناشونال تويفل، امتحنته ببلاش مرتين، وامتحنت الجي ار اي مره. تمام. وده اللي خلى عندي الدافع الاكبر ان انا امتحنهم تاني دلوقتي الحمد لله. بس فدي ما يعني دي ما كملتش، بس انا ما يئستش برضه يعني، حتى لو ما قدرتش اسافر في امريكا ف كنت عايز برضو ايه اسافر، يعني كان حلم بالنسبه لي ان انا اسافر. خليني اسالك برضو، حلم السفر من ناحيه ايه برضو عشان نوضح للدراسه الشباب اللي عندنا،
بس في ناس عندها حلم السفر ده سفر خلاص لا دراسه ما يعملش اي حاجه. انا ايه الموتيفيت بالنسبه لك في حلم السفر؟ دراسه. هو احتكاك بمدارس علميه مختلفه. هو انا من اول ما دخلت سنه اولى يعني بعد اعدادي في هندسه هنا عندنا سنه اولى انا اخترت قسم ما حدش يعني بيرغب فيه كتير بس انا حاسس ان هو ده القسم اللي انا عايزه تمام. وكنت يعني في البيت كانوا معارضين بس انا قلت لا هو القسم. وبعد كده كنت مصر ان انا ان شاء الله يعني كنت بحلم وبقول يا رب اتعلم واحد تمام. فهو من زمان وانا مركز انا عايز اشتغل في الريسيرش وفي التدريس وكده تمام. ومن سنه ثالثه ابتدى بقى معاها حلم السفر يعني انا عايز اسافر برضه كريسيرش وكتدريس وكده تمام. فبس بعد كده جيت في لما المنحه دي ما وفقتش فيها وقالوا لي كده احنا متاسفين الدرجات اللي انت لان طبعا كان سفر تمام والمنيا القاهره وبدي سكاشن ومعاها محاضرات ومعاها بعد كده عايز يعني الامتحانات دي صعبه. امتحان التوفل حضرتك تعينت في المنيا الاول وبعدين تحولت لهندسه المنيا فالامتحانات دي صعبه فعايزه اللي هو ايه مذاكره عايزه وقت يعني ممكن الجي ار اي ده ياخد له سنه مثلا فما وفقتش فقالوا لي كده احنا متاسفين. ابتديت من نفسي برضو ايه اقدم على منح تاني مره في اوروبا مره مش عارف في السعوديه تاني يعني ما بطلتش. ابتديت اراسل اساتذه تمام. وكان في اعلان بعثات نازل عايز دي البرازيل جت هنا ازاي كان في اعلان بعثات عايز اللي هو الطاقه الشمسيه بس الخلايا الشمسيه. فانا نزلت مقال كنت تعبان ساعتها برضه من المحاولات بس نزلت مقال بعت لي ايميل لصاحب المقال ده ان في بعثه عندي وانا عايز بعثه يعني ممكن اقدم عليها وعايز في طاقه اكسبتنس عشان اعرف اقدم. فكانت بقى دي المشرفه البرازيليه بتاعتي الدكتوره ساليا منفرتي. شو الاعلان تبع الاداره العامه للبعثه؟ يعني منحه حكوميه. منحه حكوميه تمام بس مطلوب اكسبتنس من اي استاذ اجنبي طلاب قبول. فهي ردت عليا قالت لي لا احنا مش محتاجين التمويل اللي عندك احنا في تمويل لطالب ماجستير عندنا احنا عايزين طالب ماجستير دلوقتي على طول تمام. بس ف قلت لها طيب ماشي. وبعد كده يعني ايه بعدها بحوالي ست شهور كنت انا مسافر الكلام ده في شهر 6 2000 ما سالش بقى حضرتك عن البعثات ولا قدمت فيه ولا لا خلاص ما هي وشمت ان احنا عندنا تمويل فممكن حضرتك تقدم بالظبط. هي خدت السي في بس السي في عجبها فقالت لي انت خلاص على كده فيه كويس قوي وبعتت لي خطاب رسمي من الجامعه وقدمت بيه في السفاره واخدت الفيزا وسافرت. ما كانش فيه شروط لغه ولا اي حاجه؟ لا 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 ابدا ما كانش لا ما كانش في اي شروط يعني الحمد لله. بس فروحت هناك طبعا كان ما وقفت لحضرتك في البدايه والله هو في البدايه كان في شويه حاجات بس ربنا سهل في الاخر الحمد لله. هذا برضه سفر المعيد دي سفر المعيد صعب شويه صعب شويه خصوصا ان انا ما كنتش كملت سنتين يعني على ما كلمت اساتذتنا واقنعتهم وهم برضو جزاهم الله خيرا يعني ان هم في الاخر برضو صبروا واستحملوا كان فتره يعني المعيدين عددهم محدود شويه والواحد يعني ايه كان صعب بالنسبه له او صعب عليه يعني ان هو يضيع فرصه زي دي الحمد لله يعني ربنا يسر في الاخر بس فسافرت كان قدامي تحديين. التحدي الاول هو اللغه يعني دول مش بيتكلموا انجليزي بيتكلموا برتغالي. التحدي قلت لها انا ما اعرفش اي حاجه في البرتغالي قالت لي مش مشكله انت ممكن تدرس اول ما تيجي. ده قبل السفر قبل السفر يعني عارف حضرتك الدراسه مش باللغه الانجليزيه برضو وحط التحدي ده من هنا من البدايه بالظبط. والمشكله الثانيه ان التخصص نفسه كان بعيد عن الاندر جراد بتاعي. اوكي يعني انا التخصص بتاعي في الاندر كان بيور ميكانيك تمام. ده دلوقتي هو رينيوبل انرجي وجميل وكل حاجه بس هو في ناحيه الكتروكيميكال شويه بس انا كنت انترست يعني الموضوع كان انترست خالص. فقلت مش مشكله حتى لو انا كان الاندر بتاع الميكانيكال والماستر رحت فيه شويه الكتروكيميكال انا كده براكم خبرات يعني
وبشع مداركي، فدي حاجه كويسه ما هياش وحشه يعني. بس كان يعني في البدايه صعب ان يعني انا يعني امسك مقال في الفيول سيل اللي هي مجال شغلي الماجستير بتاعي، حتى المصطلحات الاساسيه مش عندي، محتاج تبدا فين الاول يعني، انك بتتعلم من البدايه بالظبط، تتعلم في قسم كيمياء او قسم هندسه كيميائيه من البدايه تمام. فكان صعب يعني، اذكر اني كنت اقرا مقال مره واثنين وثلاثه عشان بس يعني ايه يعني اطلع الاوبجيكتيف الاساسي تمام. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرت استحمل، لان طبعا بسبب اللغه برضه طبيعي ان يبقى في مشاكل وفي عراقيل والواحد يبقى متضايق وكل شويه عاوز ياخد شنطه السفر بتاعته ويروح راجع تاني، فحسينا الاحساس ده كتير يعني. بس الحمد لله فضل من ربنا واحد ان الواحد يصبر ويستحمل لحد ما ايه يكمل الموضوع اللي هو راح له، خصوصا ان الناس هنا برضه ما بتقدرش اللي يسافر ويرجع كده يعني. لا طبعا. يعني انت سافرت وكلفت نفسك وكلفت اهلك وخدت فلوس من ناس تانيين، فلا اللي هناك هيحترمك ولا اللي هنا هيحترمك. لا التجربه بتبقى محسومه لك طبعا، السلبيات او الايجابيات. طبعا بتبقى يعني قاسمه يعني. اكيد كانت تجربه جميله جدا حتى على المستوى الثقافي. طبعا. انك تشوف مجتمع مختلف زي البرازيل، هم شهره في كره القدم طبعا لا يعلى عليها، بس الشهره العلميه اكيد طبعا تختلف تماما عن الشهره في كره القدم يعني. والله هم بص حضرتك البرازيليين يعني شعب مفتوح جدا. ما عندهمش يعني دول تانية تحس فيها في حته عنصريه، في ثقافه عنصريه مثلا زي اوروبا زي امريكا احيانا، بس هم بالعكس يعني لما اي حد كان يشوفني في الاتوبيس ويقول لي انت منين؟ اقول له من مصر، يقول لي يا من مصر، ويقعد يتكلم معايا نص ساعه، واسمك ايه وديانتك ايه وبتتكلم ايه، ايه اللغه بتاعتكم، ومبسوط هنا في البرازيل ولا مش مبسوط، طب خد بضاعه مش عارف رقم تليفوني، طب انا شغال في كذا لو عايز اي حاجه. ففعلا الموقف ده حصل يمكن ولا 100 مره تمام. محبين جدا يعني، محبين جدا خاصه للدول العربيه والاسلاميه يعني، مفيش عندهم اي مشكله مع اختلاف اللغه او اختلاف الدين تمام. وهم من النوع اللي يحب يعني، هم مشهورين اصلا بالرقص برضه السامبا يعني، ما يحبوش يزعلوا ابدا ولا يشيلوا الهم، حتى لو كان معهوش فلوس او عنده مشاكل برضه تلاقيه فرحان كده وسعيد، واللي في جيبه يصرفه النهارده وبكره ربنا يسامحه. ومستواهم العلمي بالنسبه مقارنه باوروبا وامريكا والحاجات دي اعتقد ان هم اكيد افضل مننا بمراحل كتير قوي، لكن فين هم في الترتيب مستوى البحث العلمي؟ لا هو بالنسبه لمستوى البحث العلمي خد بالك حضرتك ان البرازيل نهضت في خلال 10 سنين تقريبا. يعني كانت في 2000 زي مصر مثلا. لكن دلوقتي هي يعني كبلد قاره، فربنا حباها بخيرات كثيره يعني، بحيرات وانهار وبترول، في بترول هناك ما شاء الله، ومساحه شاسعه يعني، وغابات كتير جدا ومساطق مياه، ففي وثروه سمكيه، ففي خيرات كتير جدا تمام. استغلال الموارد دي هو اللي ما كانش مظبوط. ف لما جاء يعني جاب قياده سياسيه تمام، عندها وعي ونمت في الناس حب ان هو لازم ان الخيرات دي احنا لازم ننهض بيها ولازم نتطور بالبلد دي، اصبح الناس دلوقتي عندهم المستوى الثقافي بتاعهم والمستوى الاقتصادي يعني مرتفع جدا، معيشتهم حلوه. اللي قاعد في الشارع ده هو قاعد مش عايز يشتغل، هو كسلان تمام. لسه بقى ما وصلوش لمستوى بلاد اوروبا وكده، ان حتى اللي مش بيشتغل هياخد اعانه كذا وهياخد مش عارف ايه، لا طالما هو مش عايز يشتغل خلاص هو براحته، سيبه هو يراقي مصيره. فهم ما بيحبوش يزعلوا ابدا، لو معاه ريال واحد وعملتهم الريال البرازيلي يعني يصرفه ويبقى في منتهى السعاده خلاص. في قناعه في الوجه بالظبط. ما بيحملوش هم ابدا. ما يعني ايه ما عندهمش، تحس ان هم ما عندهمش مشاكل يعني، بس لا هم عندهم مشاكل، بس هم مشاكلهم دي بيجنبوها او بيحاولوا ما يخلوش المشاكل دي تسيطر عليهم. يعني لو عنده مشكله ممكن يطلع يلعب كوره، ممكن يطلع يجري، يروح حمام سباحه، لازم الويك اند ده مثلا يومين في الاسبوع يروح مدينه تاني يتفسح يطلع،
يعني مش زي عندنا، احنا عندنا المشكله مشاكل بتشغلنا يعني ايه بنفكر فيها على طول اغلب الوقت، فبالتالي تراكم 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 ما نقدرش حتى نحل واحده، حتى بنعجز بدري يعني. طب حضرتك شاركت المؤتمرات هناك، زرت جامعات ثانيه غير الجامعه اللي حضرتك كنت فيها، يعني هل كونت رؤيه كامله على البحث العلمي حتى في مجال الطاقه الجديده والمتجدده وفي تخصص حضرتك بالظبط؟ تمام. هو في الولايه اللي انا فيها في جامعه فيدراليه يعني حكوميه اللي انا درست فيها دي، تمام، هو ده شكل المبنى بتاعها حتى. مهتمين جدا جدا بالعماره من على الوجه، تمام، كل المباني لازم ليها شكل مميز جدا يعني. في جامعتين تانيين جامعات خاصه. في جامعه اسمها بوكي، تمام، ودي يعني زي جامعه كاثوليكيه كده هنا، وفي جامعه تاني اسمها سينوسايد، تمام. الجامعات الخاصة هناك برضو غير الجامعات الخاصة هنا، يعني في اختبارات واختبارات صارمة، مش معنى ان انت هتدفع فلوس فانت يعني ايه مش مؤهل، لازم تكون مؤهل، تمام. وحتى لو انت عايز تدرس في الجامعة دي وما معكش فلوس ممكن يدولك منحة، تمام، بس في حاجات معينة انت هتعملها، هتشتغل في مكتبة، هتعمل مش عارف ايه، فاذا عملت اديت العمل دي انت هتاخد منحة ومصاريف الدراسة، هتاخد منحة يعني هتاخد مرتب ومصاريف الدراسة اتشالت من عليك، تمام؟ الجامعات الفيدرالية هناك خلاص ما فيش مصاريف دراسة خالص، تمام؟ وإذا كنت واخد منحة يبقى أنت كمان بتاخد مرتب من الهيئتين، في ثلاث في هيئتين أساسيتين بيمولوا الأبحاث العلمية هناك. هيئة اسمها كابس، ودي اللي كانت ممولاني أنا، يعني أنا مرتبي أنا كان من كابس دي، وهيئة تاني اسمها سي إن بي كي، تمام؟ وسي إن بي كي دي أشهر، يعني هي أشهر. دي مؤسسات بنكية ولا شركات خاصة ولا تبقى هيئات؟ لا هي دي حضرتك زي الاس تي بي اف هنا. اوكي. بس بتمول الابحاث لكل الناس، اندر جرادويت وبوست جرادويت، اي حد بيكتب بروبوزل ويعمل له سبميت او مش كده، عادة الاساتذة هناك عندهم مصادر مختلفة من التمويل مع الهيئات دي. يعني انا الاستاذة بتاعتي هي عاملة مشروع كبير عن الماتيريالز فور فيول سيلز، مواد خلايا الوقود، والمشروع ده فيه شراكه مع جامعات في فرنسا وجامعات في اسبانيا، تمام، بس تمويلها هي منين؟ تمويلها هي الاساسي من السي ان بي كي والكابس. يمكن المشروع ده في حد ذاته اعتقد تمويله كان 30، المشروع ده لوحده حوالي 30 مليون ريال برازيلي، يعني حوالي نقول 13 مليون دولار، تمام. تلاقي حضرتك 10 طلاب دكتوراه مش عارف 15 طالب ماجستير في البحث في البروجرام ده وحده، في البروجكت ده وحده، طبعا هو مش بروجكت واحد ده، هو فيه اكتر من بروجكت، تمام. فهم يعني ما حسيتش ان انا في جامعه بابليك، جامعه مجانيه، تمام، فالعدد كبير، فالاستاذ مش عارف يتواصل مع الطلبه، ما حسيتش بالموضوع ده خالص. عشان كده انا بشبه البرازيل مثلا، ممكن تقول حضرتك زي كوريا يعني. في البدايات كوريا الامور حاليا في البحث يعني كوريا دلوقتي حاجه يعني، البرازيل ممكن زي تركيا يعني، او اللي هي دول ما هياش مثلا امريكا وبريطانيا وكده، بس لا ما هماش برضه متوسطه لكن بتقفز بسرعات كويسه بالظبط. انا لما كنت اعدي على المعامل واشوف كميه الكراتين اجهزه لسه ما اتفتحتش، واخش المعمل نفسه الاقي برضه كميه اجهزه مفتوحه وشغاله، والاقي طلبه يعني الالتزام الرو المعمل من 8 ل 8، ولو مش هيجي يعني انا الاستاذه بتاعتي لو كانت محدده معايا ميعاد مثلا وهتتاخر مثلا في الطريق كانت تبعت لي رساله على الايميل انا هتاخر، ففي احترام للعمل وفي احترام للوقت يعني بصوره كبيره جدا، عشان كده يعني ايه عندهم حضاره يعني عندهم التزام وعندهم حضاره وبيقدروا قيمه العمل، يعني هو بعد الشغل يعمل كل اللي نفسه فيه وتفر براحته بقى، يعني هو حر، دي حريه شخصيه، بس وقت الشغل بالشغل. هل لاحظت حضرتك ان اعداد الباحثين هناك مقارنه بالعدد في البرازيل اعتقد تعداد السكان كبير؟ الباحثين كانوا في الجامعه البرازيليه، بتكلم عن البرازيليين نفسهم مش الخارج، يعني هل كان في حد من الخارج غير حضرتك من مصر؟ كان في ناس باحثين تاني من دول اخرى؟ انا كان في معايا من هنا من مصر طالب دكتوراه،
حاليا دكتور هاني مدرس في كليه الزراعه جامعه الاسكندريه. ما شاء الله. وكان واخد منحه من هيئه ايطاليه بالاشتراك مع السي ان بي كي. ما شاء الله. فالسي ان بي كي دي بتعمل شراكات مع وكالات بحث بحثيه مختلفه يعني حوالين العالم. هل كان في بحثين من دول اخرى؟ في من الصين كتير جدا ومن اليابان. يعني هو للاسف بين مصر والبرازيل الشراكه مش قويه ممكن بسبب بعد المسافه. لكن العدد اعداد المصريين هناك محدود. المصريين دايما يحبوا يروحوا دوله يتعلموا فيها انجليزي. دوله يكون يعني في الريسيرش اقوى زي امريكا زي بريطانيا زي فرنسا. انما البرازيل تيجي في مرتبه متاخره شويه. طب حضرتك احتكيت اكيد بالشباب البرازيلي وحكيت وتعرفت عليه. الشاب هناك هل طموحه هو يعني اغلى فيه ان هو بحث علمي ولا يدور على وظائف ويشتغل في يعني انا عايز اعرف بس النسبه اللي هي مثلا طموح انها تشتغل بحث علمي عشان تفيد البلد الكبيره ولا ايه؟ هي هو حضرتك برضه الاندر جرادويت لو تنفذ بطريقه صح برضه الطالب بيخدم البلد بشكل كويس. يعني الاستاذه بتاعتي كنت اشوف هذا يكون طالب اندر لان لازم يروح يشتغل 6 شهور في مصنع عشان يتخرج. وكانت تعمل البحث تمام ويكون هو عمل مثلا التجارب العمليه بس. يعني هو لا كتب ولا قرا مراجع تمام ولا عمل اي حاجه بس هو عمل العمل. اشتغل التجارب العمليه او ساعد في الشغل العملي تمام وتروح كاتبه اسمه كفيرست اسر على البحث. تمام ومش مشكله تحط وراه 15 اسم بس كنوع من التقدير ليه. تمام والتشجيع ان هو يفهم حتى الموضوع ده احسن ويبقى يعني ويل ديفلوب وان هو يحس بقى بالانتماء يعني. فكان يكتب اسمه فيرست اسر ويتعلق البوستر في المعمل تمام فتبقى حاجه يعني بيبقى حاسس ان المكان معنويا تاثيرها عالي. طبعا بيبقى حاسس ان المكان ده بيته يعني بالزبط. هو مش غريب حتى دايما روح الالفه والتالف ما بينهم رهيبه يعني. يعني محبه يعني اللي هو لا يعني انا لو معايا اي حاجه اكلمه اكلم ده ينتهاني او اكلم ده ينتهاني. بس طبعا موجود الاستثناءات يعني انا بتكلم على العموم. لكن في استثناءات في ناس ما بتحبش الناس الغرباء الناس اللي مش عارفين اللغه ده موجود يعني. لكن كقاعده عامه لا ما حسيتش كده ابدا. ما كنتش فاهم حاجه كنت اسال مثلا اسرائيل كنت اسال باتريسيا. باتريسيا دي كانت طالبه دكتوراه وهي يعني فاهمين كل حاجه في الشغل الاول يعني. حتى اول بحث عملناه كان يعني كان في خلال 3 شهور كنا اول بحث نشرناه في مؤتمر في اسبانيا وكتبت عليه اسمي انا فيرست اوسر. وهناك بيعملوا نظام التسلسل يعني ايه هي مثلا الاستاذه دي ساليه دي ده القائد للجروب ككل تمام. في سب جروبز بقى تمام يعني مثلا الفيول سيل او اللو تمبريتشر فيول سيل في عندنا مثلا باتريسيا دي اقدم طالبه دكتوراه ومعاها مثلا ايلين طالبه دكتوراه حديثه ومعاها احمد طالب ماجستير تمام. يبقى باتريسيا ممكن تساعد ايلين واحمد تمام. ونفس القصه ان طالب الماجستير ممكن برضه يبقى زي قائد او سوبرفايزر على مين؟ على الطالب اللي هو الاندر تمام. ففي تكامل يعني في تنسيق شديد بالظبط في تيم وورك في تنسيق بالظبط في تيم وورك وفي تنسيق وفي يعني نوع من الفهم المتبادل اللي هو بيخلي اي حاجه تمشي يعني فيري سموث يعني. فمفيش اي تعقيد ومفيش اي مشكله ودايما بقى يعني حفلات وخروجات وصور يعني مش بيحسسونا ان هو ده جو بحث علمي وان الواحد يشد في شعره وان الواحد مش عارف يعمل ايه. اشتغل. طب هل ما زلت على علاقه بين حضرتك يعني في تواصل؟ على الفيسبوك. محتمل ان يبقى في تعاون علمي في الفتره القادمه؟ والله هي برضو كان في فكره بروبوزال كتبتها بس انا يعني ايه كانت اول مره احاول في الموضوع لسه الخبره عندي محدوده. فانا كنت عايز اعرف التكلفه فهي صعب تحدد لي التكلفه يعني. انا قالت لي لو في اي حاجه تكنيكال دي استاذه لو في اي حاجه تكنيكال انا مستعد اساعدك يعني وادعمك تمام. بس بالنسبه للتكلفه انا ما اقدرش اديك رقم مش دقيق فما ينفعش اديك الرقم يعني. هل لو في فتره قادمه في مؤتمرات عند الجامعه ممكن تدعوهم يشاركوا؟ ممكن ان شاء الله. وعلى فكره انا دعيتها في المؤتمر بتاع النانو تكنولوجي بس هي كانت مسافره في الوقت
احنا عندنا ان شاء الله مؤتمر للدوري السادس لعلوم النانو في الغردقه ان شاء الله 22 فبراير. ممكن انت تبعت لها برضه البروشور ممكن ان شاء الله بسبب ان احنا خلاص ونطبعه بعد العيد هيكون جاهز ان شاء الله. يعني احيانا حتى لو ما بتقدرش تسافر وتحضر بتبعت ابحاث وتتنشر يعني دلوقتي يا مش بوستر يعني. جميل. ختاما انا ممكن بس اعرض الصوره ختام الفقره دي بتاعت البرازيل. دي رساله الميرسي الخاصه بالدكتور احمد باللغه البرتغاليه. ايوه. ده في حد ذاته انا بالنسبه لي يعني تحدي صعب ان حضرتك تعمل رساله كامله باللغه البرتغاليه وتناقشها كمان هناك المناقشه كانت باللغه البرتغاليه. ده في حد ذاته مستفيد. استفاده احنا هنعرض ان شاء الله مع المفيد ده في المتابع. الاستفاده الكبيره من التجربه دي لغه احتكاك مباشر بمدارس علميه مختلفه. يعني انا شايف انها تجربه سريعه جدا ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك في المزيد ان شاء الله. هناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم تاني مع الدكتور احمد الشيخ من كليه الهندسه نناقش فيه بعد الفاصل ان شاء الله منحه برنامج بيوت المشرفه للحصول على درجه الدكتوراه من بريطانيا. ابحاث ما بعد الدكتوراه وكمان مشاريع بحثيه في زملاء فاضل في الجامعه حصلوا على درجه الدكتوراه دكتور كليه العلوم دكتور محمد عفاضيل من كليه الهندسه والعبد لله في مشروع بحثي لتمويل لمده عام. احكي لنا بقى عن التجربه الجديده دي. والله هو يعني الواحد بعد ما رجع حس ان هو برضه ايه محتاج اكتر. محتاج اكتر من خبره البحث او خبره اجراء البحوث بره يعني. فكان طبيعي ان هو برضه ايه مصر يعني الماجستير مش مطالب فيه الواحد بان هو يعني او مش هو اللي بيكون الشخصيه الحقيقيه للواحد. الماجستير الماجستير بيدرب الواحد على اجراء ابحاث لكن مش بيطلع باحث، اللي بيطلع باحث فعلا هو الدكتوراه. وبالتالي برضه بالرغم ان يعني في البيت كانوا عايزيني اكمل اسجل الدكتوراه لكن انا هم بقى اشتغلوا لك في الغربه كتير قوي كده. لكن الواحد اللي بيحلم بيه من زمان لسه ما اتحققش. انا رفضت ورفضت بشده وابتديت اول ما جيت برضه برضه رجعت تاني وعايز ادور في امريكا واشوف ايه حاجات في البعثات على اساس ما كانش ايه جديد. ففي البعثات يوم 8/12/2012 جريت اعلان عن مش في البعثات في الايميل يعني جاني ايميل ان في بعثات في نيوتن مشرفه للحصول على الدكتوراه وان ده برنامج ممول ما بين المملكه المتحده وما بين مصر لطلبه الدكتوراه وما بعد الدكتوراه وطلبه الاشراف المشترك الدكتوراه. فابتديت قلت والله كويس فابتديت ارسل بس الشرط طبعا ان لازم يكون الاستاذ الاجنبي بريطانيا يعني الجامعه اللي انا اروح عليها لازم تكون بريطانيه. ابتديت اراسل وكان اخر يوم يوم 31/12 يعني كان قدامي بتاع اسبوعين بس فطبعا فتره مش قليله جدا ان انا احصل على اكسبتنس. وبالفعل قعدت 5 ايام ادور في مواقع الجامعات في بريطانيا واراسلهم تمام وبرضه يا اما ما يردش يا اما يرد يقول لي انا المعمل مكتمل. لحد يوم 17/12 ردت عليا الدكتوره كيونغ كاي هي من الصين اصلا بس هي شغاله في جامعه سين. وبصفه عامه طبعا انا بكتب لها في الايميل ان انا الماجستير بتاعي كان عباره عن كذا وانا مهتم ان انا اعمل ريسيرش في كذا كذا. طبعا انا القيت نظره برضه على صفحتها هي على موقع الجامعه وشفت الاهتمامات البحثيه بتاعتها وكده. فلما بلقيت ان في تقارب او في تشابه في الاهتمامات برسلها يعني لقيتها لا في منطقه بعيده يعني فما فيش داعي ان انا ابعت لانها طبعا حتى اصلا ممكن ما تردش على الايميل. فردت عليا على طول يعني بعدها بساعتين ان احنا عندنا الاجهزه دي وعندنا المشاريع دي والموضوعات دي احنا شغالين فيها وعندنا خبره وطالما انت عندك تمويل يعني انت مش محتاج فلوس مني يبقى خلاص ان شاء الله ممكن نتبلد بسهوله. بس بعد كده طلبت مني ان انا لازم يحصل انترفيو معاها هي على السكايب وانترفيو مع مشرف تاني لازم اتنين مشرفين. فتاني يوم جابتها هي على السكايب وتالت يوم جابت المشرف التاني هي قسم هندسه كيميائيه وهو قسم كيمياء
تمام. والاثنين في الفاكولتي اوف ابلايد انجينيرنج اند ابلايد ساينس تمام. كانوا معجبين بال يعني هم سالوني طبعا اسئله مختلفه عن شخصيتي وعن دراستي وعن خبرتي يعني بالتكنيكال يعني الموضوع نفسه اللي انا هشتغل فيه. بالمناسبه الموضوع الدكتوراه عكس الفكره نفسها عكس موضوع الماجستير. الماجستير لا عكس المبدا يعني المعادله معكوسه بس بس هو نفس الثيري يعني خليه في الوقود انت بتديها حضرتك وقود تدخلها وقود تديك كهرباء. الالكترولايزر ده بتدخله كهرباء بيديك وقود اللي هو الهيدروجين فهو نفس الجهاز حتى نفس الكومبوننت بس التفاعل الكيميائي معكوس بس. بس ف طبعا لقيت نفسي مهتم لان ان شاء الله برضو دي هتبقى يعني ان الهيدروجين وانتاج الهيدروجين مهم جدا في العصر اللي جاي لان هو طبعا ما بينتجش اي انبعاثات تمام وقود متجدد وملوش اي اضرار على البيئه. ومهم يعني العربيات اللي بتضرب الهيدروجين دلوقتي يعني ايه ابتدى العالم ياخدوا خطوات واسعه فيها. فهم طبعا ناقشوني في اغلب الحاجات في الماجستير والموضوع الدكتوراه. طبعا انا ما كانش عندي خبره كبيره يعني بس رديت على الاسئله على قدر ما اوتيت يعني من خبره بخصوص الموضوع اللي هم عايزين يشغلوني فيه. فشافوا ان انا ممكن يعني ان شاء الله اشتغل فيه كويس تمام والابحاث السابقه بتاعتي بتؤهلني كده. فكانوا مبسوطين فكتبوا خطاب لمكتب القبول في الجامعه ان في طالب كذا كذا وعنده هو تمويل واحنا عملنا معاه انترفيو على السكاي بي واحنا عايزينه يجي فطلعوا له بقى يعني عملوا له اجراءات الادمشن وكده عشان يجي هنا ويعرف يقدم في الجامعه. المصادفه الغريبه ان الكلام ده يعني حصل يوم 21/12 23/12 هتبتدي اجازه الكريسماس. فكان يومين بالظبط وايه لازم نخلص بسرعه تمام. حتى انا ساعتها فوجئت ان لازم ايه كمان اجيب خطابين ثلاث خطابات ريكومنديشن ليتر تمام. حتى ما قدرتش اكمل الثلاثه فوصل خطابين قالوا لي طب تاخد خطاب دلوقتي والخطاب الثاني الثالث تجيبه لنا بعدين تمام عشان الديدلاين بتاعك. الحمد لله يوم 23 الصبح كان الخطاب عندي تمام وقدرت اقدم في البعثات اللي هو برضو كان اخر يوم يوم 31 اخر يوم برضو قدمت يوم 31 قدرت الم كل حاجه واروح اقدم. والغريب ان كل حاجه في المنحه دي كانت بتحصل في اخر لحظه. كل حاجه في اخر لحظه يعني ربنا كريم الحمد لله. يعني هو في اخر لحظه مشرف رد وفي اخر لحظه الخطاب القبول جه وفي اخر لحظه قدمت برضو في البعثات هنا في مصر. حتى البعثات عملت المصابره نفسها عندك عزيمه على انك تحصل على شيء ده في حد ذاته ربنا بيسهل دي كل اللي طبعا ان هو ربنا يعني ايه بيختبر قوه صبرك يعني بالظبط بالظبط. بس حتى البعثات في الاعلان في الاول ما كانش مشترط ان يكون ايلتس يعني هو الجامعات في بريطانيا حاليا ما بيقبلوش التوفيق لازم يقول لك ايلتس تمام. بس البعثات في الاعلان بتاعها ونيوتن مشرفه في الاعلان بتاعه بيقبل التوفيق تمام ده داخليا يعني. هنا داخليا لكن خطاب القبول اللي جاني مشروط فيه ان انا لازم اجيب سكور ايلتس. اوكي الجامعه ده شرط الجامعه نعم. ده شرط ما هو مديني خطاب قبول مشروط مشروط بالايلتس ومشروط بان هو الريكومنديشن ليتر الثاني. البعثات هنا جم عملوا تعديل في الاجراءات مع البريتش كاونسل ان لا طالما انت مكتوب لك انت شرط الايلتس يبقى لازم تجيب الايلتس وبرضه قبول وبرضه ادوا مهله قصيره جدا يعني بتاع اسبوعين او حاجه زي كده بحيث ان يوم 5 يوم 21/2 يوم 21/2 لازم يكون معاك السكور الايلتس اللي مطلوب في الخطاب بتاعك. ده كلها شروط تقديم نتيجه كفلوس؟ لا كشروط تقديم بس نتيجه ف لسه بعد كده هيجي الانترفيو بس اللي ما معهوش الايلتس ما يخشش انترفيو اصلا. الانترفيو اتعمل هنا في مصر في البعثات اكاديميه البعثات هنا. فالحمد لله الواحد برضه ايه بسبب خبره التويفل قبل كده فكان يعني ايه شويه عنده استعداد يعني فطبعت جبت شويه مطبوعات عن الايلتس وقعدت اذاكر فيه لمده اسبوع كده وان
اخر لحظه برضو عرفت احجز المكان، المواعيد كلها مقفله يعني، في اخر لحظه عرفت احجز بحيث ان ايه السكور فعلا يطلع لي يوم 21. وكنت طبعا مرعوب يعني، خايف لو جه 6 هتبقى مشكله يعني. وشايف الزملاء معانا برضو في كل مساله واحد يقول لي انا جبت 5.5، والتاني يقول لي جبت 5، والتاني يقول لي جبت 6. ودي اول مره اخش الايلتس، انا دخلت التويفل 3 مرات، بس الايلتس كسيستم امتحان مختلف، فعندي خوف وقلق ان انا ما اعرفش اجيب السكور. تمام، رحت يوم 21 الصبح قبل ما اروح الانترفيو، رحت جبت السكور، طمنت الحمد لله. اول ما بفتح لقيتها 6.5، قلت الحمد لله. بس بقى فرحت جاري على الانترفيو، وداخل الانترفيو مطمن بقى انا معايا الايلتس سكور بتاعي. كان ساعتها حتى الدكتور سيد تاج الدين اول ما يقول لي انت الخطاب بتاعك فيه شرط ايلتس، قلت له اتفضل هو ايلتس. تمام، فالحمد لله برضه سالني شويه اسئله، انت الجامعه بتاعتك هتستفيد ايه من الموضوع ده؟ الاوت كام بالظبط، ايه الكونتريبيوشن بتاعك؟ الحمد لله برضه يعني كانت بوزيتيف يعني، والحمد لله اتقبلت في النهايه. الموضوع بقى هناك ان شاء الله يبقى درجه دكتوراه في الفيول سيل. عايزين نعرف شويه كده المشارك ببساطه كده الفيول سيل خلايا الوقود. هو حضرتك نبتديها يعني من الاول شويه. العالم بصفه عامه او الانسان يعني منذ القدم همه الاساسي هو الطاقه، امداده بالطاقه عشان يطبخ، عشان يعمل تدفئه، عشان يعني يلبي كافه احتياجاته، فمحتاج الطاقة في صور وأشكال مختلفة. فكان في خلال 200 سنة اللي فاتوا كان الاعتماد الأكبر ولا زال على حرق الوقود الحجري. تمام؟ اللي هو الفوسيل فيول. المشكلة في حرق الوقود الحجري في أي أو الوقود الحفري، اسمه الوقود الحفري، في اي المشكله فيه في اي هيت انجن في اي عاله حراريه، ان في حاجه اسمها عندي كارنوت افشنسي، كفاءه كارنوت دي. يعني كفاءه كارنوت دي بسببها كفاءه حرق الوقود بتبقى قليله جدا. يعني انا مدخل له طاقه مقدارها 20، اللي بستفيد بيه في النهايه هو 5 بس، ده على سبيل المثال. فهي الكفاءه بتاعه كارنوت دي ما بتزيدش مثلا عن 30-32%. مش بس كده، الاثر الاخطر ان هو الكميه الطاقه الثانيه دي راحت فين؟ دي راحت على شكل انبعاثات ضاره بالبيئه. في المقام الاول طبعا ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ وده اللي سبب اللي هي ظاهره الاحتباس الحراري. على فكره الظاهره دي بتنمو وتزداد كل سنه بصوره اكبر واخطر من اللي قبلها. لان عدد السكان بيزيد، احتياجات الناس للطاقه بتزيد، وما زال الاعتماد الاساسي على البترول وعلى الفحم. ان هو يتحرق ويدينا الطاقه اللي احنا عايزينها، تتولد بيه كهرباء او يستخدم هو بصفه اساسيه للنقل للعربيات وكده. المشكله ان ظاهره الاحتباس الحراري واثرها على البيئه ابتدى يتفاقم، والعالم ابتدى مرعوب ان هو من زياده درجه الحراره، متوسط درجه الحراره بيزيد كل سنه، وخايفين مثلا ان على سنه 2050 متوسط درجه الحراره هيبقى في كل البلاد يعني زاد 4. يعني لو هو متوسط في مصر هنا في الصيف مثلا 30 مثلا، هيبقى 34، في امريكا مثلا 20، هيبقى 24. فهم مرعوبين جدا من الموضوع ده. طبعا الدول كلها يعني مذنبه ويجب عليها ان هو تاخد خطوه في الاتجاه ده. فكل الدول مهتمه بمؤتمرات كثيره للبيئه والاحتباس الحراري بالذات. طبعا لان ده خطر على الكل وما بيفرقش يعني. هو يعني هو زي ما هو خطر هنا في مصر خطر برضه في امريكا. دي متغيرات مناخيه على كل الزمن. هو بيأثر على النظام البيئي كله يعني. فابتدى يدور في مصادر طاقه جديده ومتجدده ولازم تكون امنه بيئيا. تمام؟ اتجه بقى للسولار انرجي حضرتك استاذنا عارف، واتجه ان هو الهيدروجين، واتجه لطاقه الرياح الويند انرجي، واتجه لحاجات اتجه ليها كلها مره واحده لما اتزنق، لما حس ان هو في مشكله. لازم بدائل. لازم بدائل، مفيش. وخصوصا احنا هنا كمان مأثر عليهم في الغرب بصوره كبيره. دي ساعه حرب 73 لما الدول العربيه منعت تصدير البترول كان في يعني شبه يعني حرب، شبه ثوره. عايزين طاقه جديده ومتجدده باي شكل، باي تمثيل. تمام؟ خلاص ما هو
خلاص السعوديه وكل الدول العربيه قفلت ومفيش بترول. يعني مش اوروبا وامريكا. وحتى ده اثر لما تقرا حضرتك في المقالات العلميه دايما يذكر لك كده يقول لك البوليتيكال كرايسيس ان ذا ميدل ايست ان ذا 70s، الازمه السياسيه في الشرق الاوسط في السبعينيات، تمام؟ فكانت مؤثره عليهم جدا. كان دافع قوي انه يدور على مصادر بديله للطاقه. هو كان اعتماده الكلي على البترول اللي هنا، تمام؟ بس فابتدى يهتم بيها. دلوقتي بقى الاهتمام سببه الاساسي مش الازمات السياسيه، سببه الاساسي البيئه اللي اتغيرت والمناخ اللي اتغير. فخليه الوقود هي مصدر من مصادر او شكل من اشكال الطاقه الجديده والمتجدده. خليه الوقود ببساطه هي زي البطاريه، تمام؟ البطاريه عباره عن قطب سالب وقطب موجب، وفي النص في بينهم محلول، تمام؟ بتحصل تفاعلات الكتروكيميائيه، يعني في القطب السالب بيحصل اكسده لماده ما، وفي القطب الموجب بيحصل اختزال لماده ما، الناتج عنها هو ايه اللي هو الكهرباء اللي احنا عايزينها. لو انت بتحرق الوقود الفحلي عشان يدي لك كهرباء في المحطه، تمام؟ بس حرق الوقود الفحلي ادى للمصايب اللي قلنا عليها. فدلوقتي دي لا، ده مصدر جديد، هنعمل تفاعلات يعني لا فيها غازات ولا فيها انبعاثات، تمام؟ وفعلا برضه خليه الوقود بيطلع ثاني اكسيد الكربون بس بكميه ضئيله جدا مقارنه بحرق الوقود الفحلي، تمام؟ فده يعتبر مصدر جديد. خليه الوقود صغيره جدا، خليه الوقود كفاءتها طبعا في انواع مختلفه منها، كفاءتها ممكن توصل ل 60 و80% في بعض الاحيان. خليه الوقود مش محتاجه تزييد ولا فيها اي اجزاء متحركه زي محركات العربيات ومحركات الهيت انجن بصفه عامه. خليه الوقود بتشتغل في صمت تام، مش بتعمل اي ضوضاء، يعني ممكن تشغلها جوه الشقه جوه البيت، تمام؟ فليها مزايا عديده جدا، تمام؟ في انواع منها اللي بيستخدم فيه الهيدروجين كغاز في حد ذاته، بس ده صعب لانه يعني تخزينه ونقله صعب ومكلف، فابتدى ان هو يستخدم سوائل بدل الهيدروجين، يستخدم سوائل زي الايثانول وزي الميثانول، تمام؟ والايثانول كان هو الموضوع الاساسي بتاعي في رساله الماجستير في البرازيل، ان هو الايثانول مشكله الايثانول ومشكله خلايا الوقود بصفه عامه ان التكلفه بتاعتها عاليه. التكلفه بتاعتها عاليه ليه؟ لان فيها مواد كاتاليست، مواد محفزه، دي لازم بتسرع التفاعل الكيميائي. يعني خليه الوقود فيها تفاعلات كيميائيه بتحصل، التفاعلات دي بتحصل في الوضع الطبيعي بتحصل بصوره بطيئه او بسرعه بطيئه، تمام؟ وده بيقلل الكفاءه وبيخلي ان هي ملهاش لازمه، يعني العائد بتاعها منخفض. فلازم يسرع التفاعل الكيميائي. عشان يسرع التفاعل الكيميائي ده يستخدم ماده محفزه قويه زي مثلا عنصر البلاتين. ده ماده نشطه للتفاعلات زي دي، يقدر يحفز التفاعل فيخليه يحصل بسرعه. المشكله ان البلاتين ده عنصر نبيل وغالي ونادر، تمام؟ فهو بيرفع التكلفه بتاعه الخليه بصوره رهيبه. فابتدى يفكر انه لا، طب ما نشوف حاجه ثانيه. عنصر بديل ثاني. نشوف عنصر بديل ثاني، يعني هو فكر في اتجاهين. الاول ان هو لا، بلاش الهيدروجين عشان الهيدروجين تخزينه ونقله صعب، تمام؟ او هيعمل له اساله، فبرضه ده مكلف. ابتدى يفكر لا، احنا ممكن نطلع وقود ثاني سائل وندخله، بس لازم برضه يكون امن للبيئه. ففي بقى دلوقتي الايثانول والميثانول. الايثانول بينتج من تخمير مخلفات قصب السكر. البرازيل معروفه اكتر بلد بتنتج الايثانول واكتر بلد بتزرع قصب السكر. فعشان كده هم متطورين، حتى هم بيصدروا في اتفاقيات بينهم وبين الولايات المتحده ان هم يصدروا لهم الايثانول. لان فائض الانتاج عندهم كبير جدا، وتكلفه انتاج الايثانول مثلا في البرازيل نص دولار، تكلفه انتاجه في امريكا 2.5 دولار. الافضل ان هو يستورده من البرازيل. بس فابتدوا يستخدموه. المشكله اللي جت، يعني لو قلنا مثلا ان تفاعل اكسده الهيدروجين في خليه الوقود صعب، فتفاعل اكسده الايثانول في خليه الوقود اصعب بكتير، صعب جدا. ليه؟ لان هو في ذرتين كربون وفي 5 ذرات هيدروجين، ففي روابط كيميائيه معقده كسرها صعب، وبالتالي عايزين معدن انشط من معدن البلاتين.
فابتدى يفكر برضو خلاص هو يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني تمام. دلوقتي احنا هنستبدل الهيدروجين وهنستخدم مادة محفزة غالية شوية بس هنحاول نعمل إضافات بحيث تقلل تكلفة المادة وترفع الكفاءة. لو بيشتغل على الاثنين بعد كفاءة وسعر مناسب بالظبط بالظبط كده ان شاء الله ربنا يوفقك في البحث ده وترجع لنا بعد صعب الدكتوراه كده 4 سنين ده هنفتقدك اكيد في الجامعه ربنا يبارك فيك. انت قاصد بقى انك تاخد ماجستير دكتوراه من بره عشان تسلم والله ما توفيق من ربنا الحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمك ويسهل لك كل الامور ربنا يبارك في حضرتك. خلينا بقى نبص للجامعه شويه كده في البحث العلمي. حضرتك شايف الجامعه فين البحث العلمي ايه المتطلب من الجامعه تقدر توفره اكتر من كده؟ ايه المتطلب من الشباب الباحثين كمان يبقى عندهم اصرار وعزيمه اكتر من كده؟ شايف ان احنا دلوقتي انت حضرتك عصرت فتره في البرازيل وان شاء الله هتبقى فتره مميزه في بريطانيا اكيد مدرستين عندتين مختلفتين في البحث ده، ايه اللي تتمناه انه يبقى موجود عندنا او الموجود فعلا وحضرتك بتتمناه كمان للزياده يعني؟ هو في المقام الاول حضرتك اتمنى يكون في يعني تنسيق تمام؟ يعني ما يعني احنا بنشتغل في جزر منعزله. معذور اي معيد هنا بيفكر ان هو عايز ياخد الماجستير تمام؟ فكل همه مثلا يشوف المشرف عايز ايه فيعمله عشان يناقش عشان بعد كده برضه ايه يشوف حياته، يعني ما حدش عايز يطول في الماجستير وما حدش عايز ان هو ما يعملش حاجه كويسه. تمام؟ المشكله ان مشكلتين اساسيه. قلة الموارد تمام؟ ودي نسبيا يعني ممكن يقال فيها فوق ويقال فيها حاجات مع وحاجات ضد. ومشكلة التانية اللي هي التنسيق تمام؟ وغياب التعاون ما بين التخصصات المختلفة. يعني بره اللي لاحظته دراسة موضوع بحثية مرتبطة بالواقع والمجتمع بالظبط في النهاية مش رسالة وانا هطلعها على الرف اصلا بالظبط حضرتك. يعني يبقى البحث العلمي بيحل مشاكل المجتمع وهو عشان يحل مشاكل المجتمع لازم يتصرف عليه. يعني لازم يبقى في شقين، لازم يبقى في اراده من الباحث او من فريق الباحثين، ما هو مفهوم العمل الجماعي برضه ما وصلش لسه لحد دلوقتي. مفهوم العمل الجماعي ما وصلش، فلازم يبقى في فريق بحثي بيتكامل، في ناس من تخصصات مختلفه، تمام؟ وكل واحد عليه دور معين. ده الشق الاول. الشق الثاني ان الفريق ده لما يقول انا محتاج 1000 او محتاج مليون، المليون يتوفر. لان هو مش هيقول الكلمه دي من فراغ. هيقول الكلمه دي هو دراسات هيقول الكلمه دي هو فعلا محتاج المبلغ ده وهو فعلا العائد اللي هيجي من ورا المبلغ ده اضعاف، يعني لو اتدفع فيه 1000 اللي هيرجع مليون فمش خساره. استثمار في البحث العلمي ده بالظبط. الاستثمار في التعليم والبحث العلمي ده مهم جدا تمام. ومعرفش انا في حاجه دايما يعني بشوفها كده على مواقع التواصل الاجتماعي الله اعلم اذا كانت حقيقيه ولا لا يعني، بس انا احب يعني استشهد بيها يعني ان في المانيا القضاة كانوا بيطالبوا بتزاولهم بالمعلمين يعني بالزبط. فقالت لهم ازاي اسويكم باللي علمتم يعني بالزبط. هو بغض النظر ممكن يكون في المثل مش عارف الحال ازاي هنا، بس هو كده ان فعلا الاستثمار في التعليم وفي البحث العلمي ده مهم جدا وهو ده المستقبل الحقيقي اللي اي بلد عايزه تتطور. اي بلد في الدنيا ما تطورتش الا بالتعليم وبالبحث العلمي. ده بيرجع على المستوى الاقتصادي للدم طبعا. ما هو يعني هم خدوا التراب من هنا وخدوا المعادن من هنا وصنعوها موبايل وصنعوها اجهزه كمبيوتر واحنا استوردناها منهم. خلايا شمسيه وخلايا شمسيه واحنا استوردناها منهم. شوف تطور التعليم في البرازيل الهند كوريا البرازيل برضه تعتبر من الدول ودلوقتي عندك حضرتك تايوان والدول والصين يعني الصين سنغافوره سنغافوره شوف حضرتك يعني الدول دي كانت زينا بس هم ادركوا حقيقه ان التعليم هو المستقبل الحقيقي لتطوير اي بلد او لنهوض اي بلد. التعليم والبحث العلمي الاثنين مع بعض. يعني البحث العلمي انا مش يعني مش هينفع اصرف مبالغ طائله على طالب هو اصلا مش معد. فالمنظومه كلها من تحت عايزه تغيير جذري. عايزه تغيير جذري. ومعرفش ميكانيك التعليم هل هي كويسه ولا وحشه، في ناس بتقول كويسه وفي ناس بتقول وحشه. بس انا وجهه نظري ان الطالب الغير قادر الكفء لازم ياخد فرصته. الطالب الغير قادر الكفء ياخد فرصته. الطالب
اللي هو معاه فلوس تمام وعنده الاراده بس مش كفء قوي يعني مش مميز قوي ممكن ياخد فرصته لانه هيدفع تمام. الطالب الغير قادر وغير كفء وما عندوش اراده فلا ده يعني عبء. ده انا ممكن اوفر له مسار تعليم مختلف يعني هو غير قادر انه يسلك مسلك الثانويه العامه والجامعه ممكن اوفر التدريب المهني التعليم المهني في وزاره دلوقتي التعليم المهني. مش كل الناس هتطلع تتخرج من جامعات وتبقى مهندسين وكلهم اطباء وكلهم دكاتره والا مش هيبقى فيه عندك اي وظائف مهنيه مش هيبقى فيه مسار مش هيبقى فيه اي دي عامله شغاله. صحيح. فاللي انت تشوف الابيليتي بتاع القدره بتاعه الطفل او اللي هو لسه داخل التعليم هو عايز مسار. في طلب في طلاب بتحب التعليم الفني في طالب بيحب انه يشتغل في ماكينه يشتغل في مصنع فانا ممكن اوفر ده من خلال التدريب المهني ليه وساعتها هيبقى مسار التعليم مختلف لان انت بتطلع فئات مختلفه من المجتمع. بالظبط. وحضرتك في ناس شباب زينا كده ما خدش فرصته في التعليم بس راح واتعلم صنعه ودلوقتي يعني متميز فيه بقى بيكسب ممتاز جدا ممكن يكسب زي استاذ الجامعه تمام فمش عيب يعني الشغل مش عيب بس المهم ان هو يحدد هدفه يعني. بالظبط. وان الاسره تساعده ان هو يحدد هدفه ويحدد هدفه خلاص يستقر يعني. ممكن انا ابقى مبدع في حاجه معينه يوفرها لي التدريب اكثر واسكن هذه الموهبه واتميز فيها وبالتالي اكمل في مساري. انما للاسف حضرتك الثقافه الشهاده لا الا الشهاده لازم الشهاده طب وهو مش نافع. ما فكره اللي فاتك الميري دي مسيطره قوي عندنا يعني في النهايه انت كله بتدور عليه او في ناس الوظيفه الحكوميه بالنسبه له هي اخر طموح انه يبقى موجود على مكتب ويجي من 8 ل 2 وللاسف ده بيكون بعد ما فاته القطع يعني بيكون سنه كبر فما ينفعش مثلا يروح يشتغل عند ميكانيكي تمام يهزقه مش هيستحمل لو هو عيل صغير على ايده كده واخده واحده واحده هتبقى سهله هو زي ابنه بيعتمد وهيتعلم يوم بعد يوم انما لما يكون مثلا سنه 20 سنه او 21 سنه تمام وما فيش وظيفه جت وما فيش صنعه فهو قاعد كده يعني قاعد على القهوه خالص. حضرتك احنا سافرنا بره سافرت البرازيل انا سافرت السويد والبريطانيا والهند والمانيا المهن بره عباره عن شركات بتصحى بالتليفون عشان يجي لك سباك او يجي لك كهربائي او يجي لك ميكانيكي وبالحجز وامتى ميعادك حاجه مش زي ما احنا مش مهينه لا مش مهينه طبعا لا زي ما احنا بننظر لها هنا نظره ان ده لو شغال مهنه يبقى خلاص هو ده مستواه الاجتماعي اقل بالعكس لا ده وظيفه في النهايه وظيفه خدميه انت بوفرها لك انا عشان الحياه تستمر والحياه لو كلها مهندسين لو كلها دكاتره لو كلها اطباء مش هتستمر خالص سبحان الله هي منظومه متكامله مع بعضها. بالظبط. فالفكره ان احنا الشباب الباحثين عندنا يبقى عنده العزيمه والاصرار على يدور ويوفر الامكانيات او لو الامكانيات مش متوفره الجامعه تقدر توفر له جزء منها. حضرتك حولت محاولاتك كانت متميزه وجاده حاولت انك تدرس حاجه متميزه فسافرت للحصول على دراسه الماجستير في تخصص كويس حاولت مره ثانيه تكمل الدراسات العليا كمان في مجال متميز وحصلت على منها الدكتوراه. حضرتك قلت انك قدمت في اخر يوم ده في حد ذاته اصرار في انا بقول لا خلاص لو ما جاليش خطاب قبول انا ممكن اكسل ما اقدمش يعني انا برضه المشروع اللي انا اخذته من نيوتن مشرفه اخر يوم فعلا كنا انا واستاذ البريطاني لان كانت الابلكيشن اونلاين متهيألي زادت عن 140 صفحه تخيل ان احنا انا املى لينك وابعت له وهو يملى لينك ويبعت لي احنا استمرنا الكلام ده ثلاث ساعات واحنا مع بعض على الايميل ثلاث ساعات يوم 20 كانت ديد لاين يوم 20 هو في بريطانيا في مكتبه وانا هنا في مكتبي ثلاث ساعات وانا املى اللينك بتاعي وابعته له واملى اللينك وسيف يبعت لي وهكذا ما شاء الله لحد ما عملنا سبمت هناك. ده انت لو ما فيش اصرار من الطرفين بين هو اللي يتعامل معاه واعتقد ان هو التعامل بالنسبه له يعني لو ما تعاملش معايا مش هتفرق معاه لكن انا اللي كنت مصر على التعامل لان تعاون علمي متميز مع جامعه نوتنغهام 90 على العالم ما شاء الله حاجه مش كويسه. ده اللي احنا عايزين يعني نخلي الناس برضه يبقى عندها الاصرار على ده. انما لو انا قاعد في مكان عمري الفرصه ما هتجي انت لو حضرتك مش بتدور على فرص كنت هتشوف الاعلان اللي فيه نيوتن مشرفه وتقدم؟ لا طبعا لازم البدايه تيجي من عندي تمام وانا يعني احب اطمن حضرتك يعني انا برضو لسه معيد فلسه على يعني مدرس مساعد لسه على احتكاك مع زمايلي لسه خريجين وتعيينوا جداد
تمام، وشايف فيهم الحته دي ان هم بيدوروا بيدوروا على الفرصه. والمكاتب متعدده عندنا، انا في مكتب مشروعات البحثيه التعاون الدولي موجود، مكتب مشروعات البحثيه موجود، فحتى لو مفيش مكاتب وما عندوش فرصه، مواقع التواصل اعتقد في ناس عامله جروبات وبتنشر عليها المنح، الايميلات برضه موجوده، المراسلات بتيجي من صوت الطلاب بس من ثلاثي الجامعه ده، كل دي فرص يعني موجوده، بس انا يبقى عندي فرصه الاراده. وانا في النهايه انا ممكن اكون قاعد في مكان اقول لا والله الجامعه مش متوفر لي امكانيات، وممكن تخيل ان في يعني ممكن يبقى في الجامعه عدد ثلاث او اربع نسخ من جهاز واحد. ما هو دي ده عدم تنسيق. لا ده برضه عدم تنسيق. ده في النهايه ليه؟ لان انا كل واحد عايز الجهاز ده احطه في مكتبه يقفل عليه، احطه في معمله يقفل عليه. لكن احنا لو ده متوفر في اجهزه عطلانه، وفي ناس تقول لك انا الامكانيات مش متوفره لي وعايز امكانيه ويكتب طلب وفجاه في النهايه الجهاز موجود في مكان ثاني في كليه ثانيه. دي برضه عايزه يعني الناس يعني اتعب. انا الدكتور احمد عنده جهاز يفيدني واعمل عليه اخصائي، ايه المشكله؟ ليه يبقى عندي في المعمل؟ ممكن اروح اعمل اخصائي عند الدكتور احمد رخيص. يعني بالعكس حضرتك، انا لما اجي اعمل عند حضرتك بحث او تجربه تمام، طب ما انا يا اما هكتب اسم حضرتك على البحث يا اما هعمل لك شكر، يعني دي اقل حاجه. يعني انا برضه في النهايه مع 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 نقطه ان انا حتى لو ما اتكتبش شكر وما اتكتبش اسم على البحث، طالما انا مش هضيف ده لكن الجهاز عندي موجود وهو هيفيد حضرتك، المال المتوفر. يعني دي حضرتك عايزه تنسيق، وان هو يعني يتعمل زي دورات، يعني دورات القدرات دي كويسه يعني، بس في دورات اهم منها المفروض تحصل. دورات تعرف الناس مثلا الصغيرين اللي زي كده ازاي يكتب بيبر مثلا، ازاي يحضر، ازاي ينظم وقتها. هاو تو سبمنت ذا بيبر، خطوات السبمنت للبيبر نفسها دي ليها كمان يعني تكنيكال. وممكن دورات تخصصيه مثلا في يعني في هندسه وعلوم، ايه مجالات البحث المهمه دلوقتي؟ صح، بتركزوا عليها. احنا بلدنا فيها مشاكل كتير، بس في مشاكل اخطر من المشاكل بالظبط، او في مشاكل عاجله اكثر من غيرها. فالمشاكل العاجله دي اذا ما كانش الباحثين في الجامعات وفي المراكز البحثيه هم اللي هيحلوها، مين اللي هيحلها؟ هنفضل فيها. فبالتالي الجامعه يعني ايه؟ لو تعمل دورات للناس اللي هم بتوع الابحاث العلميه التقنيه، توعيهم فيها بان ايه نوعيه الابحاث اللي مطلوبه دلوقتي. بيتكتب مثلا في كل اعلان اول كلمه بتتكتب طاقه جديده متجدده، بس هو ما يعرفش طاقه جديده متجدده يعني، هو عايز الرساله، هو عايز الدرجه الخامسه. يعني لازم تحول في فكره شويه، تمام؟ لازم يفهم او لازم يقتنع ان الطاقه الجديده والمتجدده دي بتدخل فلوس ياما وبتحل مشاكل ياما. اذا هو مش مقتنع بكده لا يمكن هيروح يفكر يفتح كتاب ولا يدور على مقال بيتكلم عن الطاقه الجديده والمتجدده. فهو تغيير الفكر والثقافه مع اللي هو التنسيق والتنظيم المستمر، يعني مش يوم وخلاص، لازم تبقى عمليه مستمره. وانا اقدر برضو انا بحكم شغلي لمست دي كتير، احنا نظمنا دورات كده في رزوف عند بعض الباحثين وعبد الدريس. يعني هو في النهايه دوره يقول لك هستفيد ايه من الدوره لوحدي؟ ده لا يمنع ان في بعض الزملاء مقبلين على هذا الموضوع وبيحتاروا، والجامعه برضه مش مقصره تنظم دورات كتير قوي. تقريبا كان في دوره في واحد مشروعات بتاع الاس تي دي اس. احنا كان عندنا اربع دورات في مكتب مشروعات محسن التعاون الدولي التابع لمكتب نقطه تسويق التكنولوجيا. عندنا في واحد مشروعات الاتحاد الاوروبي بننظم دورات، كان في يوم البحث العلمي تم تنظيمه. كل دي فرص احنا نقدر يعني في مراسلات بتروح باعلانات البعثات في بعض الاتفاقيات الدوليه التعاون، اتفاقيات التعاون موجوده عندنا غير مفعله. ما الاتفاقيات دي ممكن يسافر فيها طلبه ماجستير بسهوله جدا، اوريدي موقعه بين الجامعتين. وعايز اقول لحضرتك دي برضه كانت يعني يوم ما جبت المنحه بتاعت البرازيل قالوا لي يعني في العلاقات الثقافيه بس البرازيل ما معناش ما فيش بيننا وبين اتفاقيه تعاون. يعني كان ممكن اسافر بسهوله جدا لو في اتفاقيه تعاون. طبعا احنا في عندنا يعني كميه اتفاقيات متعاون بس عايزه تفعل، مين اللي هيفعل؟ على الاقل استاذ الدكتور عباس رئيس الجامعه ولا استاذ الدكتور محمد عمال النائب رئيس الجامعه؟ اللي هيفعل هو اللي رايح، اللي عايز يروح يشتغل. تعال شوف الاتفاقيه موجوده ودور، هتلاقي نفسك ممكن تحصل على درجه ماجستير من بره، دكتوراه، ممكن تسافر شهر او شهرين في الصين. كل دي انواع موجوده من الاتفاقيات بس في النهايه طبعا ومعلنه ومرسله لعملاء الكليات ومرسله في الاماكن.
بس احنا في النهايه عايزين برضو يبقى عندنا الدافع ان احنا ندور. كلنا في البدايه انا سافرت الهند ازاي؟ اعلان كان جالس سكرتير في القسم. انا قريته غير اراد بس انا قدمت فيه. بالظبط. اخدت بالسبب. احنا قدمنا اللوت المشرفه ازاي؟ معلن عن طريق الاحسان وشفناه قدمنا فيه. هي في النهايه يعني اي حد عنده اصرار على شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى بيوصل. اكيد. واعتقد اقرب مثال يعني سيادتك في الاثنين سواء في الماجستير او في الاستاذ. انا سعيد جدا ان انا يعني انا اسعد حضرتك النهارده. انا اسعد ربنا يكرمك باذن الله. احنا في النهايه كنا عايزين ناخد راي حضرتك او نشوف راي حضرتك في فكره انشاء قناه للجامعه يبقى تبقى نافذه للزملاء الافاضل اعضاء التدريس خصوصا برنامج البحث العلمي الناس تتكلم فيها عن التخصصات بتاعتها عن الفرص ان الحاجات بنسميها قصص او القصص الناجحه المتميزه انك ممكن تبقى مثال لاي حد عفوا تبقى مثال لاي حد زميل فاضل بيبدا في خطوات البحث العلمي. والله هي الفكره كفكره في نفسها ممتازه تمام وكل مع الوقت يعني الاداره والشباب بيكتسبوا خبره وبيطوروا من نفسهم وده يعني اللي هو بيتعلم يعني اللي هو التعليم المستمر اللي هم فيه خصوصا ان الطلبه لسه لسه اعلام يعني لسه اولى اعلام هي لسه كليه ناشئه يعني بس يعني يا ريت دايما ان شاء الله عايزين نحس فيها باللي هو يعني الحياديه المطلقه بالظبط تمام الحياديه المطلقه عشان دي اللي بتدي المصداقيه الفعليه لاي جورنال او اي قناه اللي هو الواحد يدور عليها من وسط 100 قناه بالظبط يعني القنوات كتير والدنيا والاعلام كتير جدا بس في حاجات مهمله كتير جدا بسبب ان الواحد حاسس ان هي ما فيهاش مصداقيه فاهم حاجه الحياديه المطلقه اللي هو ملوش غرض في اي حاجه وهو عايز ينقل الحقيقه كامله 100% بالظبط والمشاهد طبعا يميل بقى زي ما يحب يعني دكتور احمد الشيخ انا بشكرك جدا على الحلقه دي حلقه متميزه من برنامج البحث العلمي اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله في السفر لبريطانيا جامعه سيري للحصول على درجه دكتوراه من هناك وان شاء الله نلتقي بحضرتك ان شاء الله بترجع بالسلامه طول كبير في الفول سيل وتنقل الخبرات اللي حضرتك حصلت عليها لشباب الباحثين عندنا بالجامعه وان شاء الله نتمنى لك كل خير أعزائي المشاهدين كده خلصت حلقة اليوم مع الدكتور أحمد الشيخ من كلية الهندسة إن شاء الله على مشارف السفر لبريطانيا جامعة سيري للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الطاقة الجديدة المتجددة نتمنى إن احنا نلتقي اليوم مرة أخرى إن شاء الله بعد العودة لأرض الوطن نشوفكم في حلقة جديدة متميزة أخرى من برنامج البحث العلمي نلتقيكم على خير إن شاء الله.